فيكم بحلقة جديدة من شوف ماجازين. معكم اليوم أنا طلال وماريان ورودي، يلي حنقدم لكم حلقة ما بتقل تميز عن باقي الحلقات. خلوكم معنا لتعرفوا الأخبار أكثر. تكريم الفنانة سعاد عبد الله، عاصي الحلاني في دبي، نادين لبكي ترشح للجولدن جلوب، بوست كاظم الساهر يثير الجدل، تيسير السفير بأغنية جديدة أنا معلم، أول فنان عراقي يدعو العامة لعيد ميلاده، فتاة تتظاهر بأنها سوداء، لماذا كيفن هارت يتنازل عن تقديم الأوسكار؟ من أنا وصغيرة كنت بحلم أنه أكون مطربة أو ممثلة، وكنت دائما من أنا وصغيرة بعرف مين المخرج اللي بدي إياه يكون يخرج الشيء اللي أنا بدي إياه، وكانت نادين لبكة وشكلي من أنا وصغيرة فهمانة بالفن، لأنه نادين لبكة أعلنت أنه فيلمها كفرناحون إن هو رح يترشح للجولدن جلوب، ونزلت فيديو على الانستغرام عم بتقول فيه إنه هالشي لكل فريق العمل وفرحتها بهالترشيح ما بتعطيها لحدا. خلونا نروح نشوف الفيديو وبنرجع.